اغرب الحاجات والحاجات المميزه؟ لان دايما القصص دي بيبقى فيها حاجات كده يعني معجزات زي ما بيقولوا في مسار العائله المقدسه. يعني طبعا من الحاجات الاعجازيه اللي ما دخلوا مثلا عايزين يعبروا للصعيد، يعني بعد ما عدوا على وادي النطرون وراحوا بابليون، وفي عندنا في منطقه الازبكيه والنواحي دي كنيسه للسيده العذراء اسمها كنيسه العزباويه، فيها لوحه عجيبه جدا موجوده الى الان اسمها ايقونه العجائب. ناس كتير وفقا بقى للروايات الشعبيه المختلفه بتقول ان بيحصل لهم عجايب لما بيبصوا للوحه دي، وهي موجوده الى الان، وهي منقوله عن اللوحه الاصليه اللي رسمها القديس لوقا في القرن الاول. بيحصل لهم ايه بقى؟ يعني حاجات ليها علاقه بالشفاء من الامراض ومعجزات في حياتهم. ده الجانب طبعا الشعبي الجميل اللي احنا كمؤرخين لا مانع نطرحه، لكن هو طبعا دي الروايه الشعبيه، وهي اللوحة موجودة إلى الآن. في عندك مثلا لو جينا روحنا بعد كده مناطق أخرى من اللي زارها العائلة المقدسة، زي منطقة جبل الطير في سمرلوط في الميني، هنلاقي كف السيد المسيح مطبوع على صخر هناك، بسبب أن كان في صخرة ضخمة هتقع على العيلة المقدسة ومنعها السيد المسيح وهو طفل، وكفه مطبوع الى الان موجود، نقدر نروح نشوف اي وقت. ولذلك يسموا هناك في المنطقه الجبل ده جبل الكف، وهو جبل الطير اللي جت بعد كده القديسه هيلانا ام الامبراطور قسطنطين اسست كنيسه هناك سنه 328 شهيره جدا، كنيسه جبل الطير في المنطقه اللي فيها كف المسيح. ومناطق كتير يعني مثلا لما راحوا دير المحرق دي اخر نقطه وصلوا لها في اسيوط، واطول نقطه قعدوا فيها تجاوزت 6 شهور. هناك جاي يزور المنطقة البطريرك ثيوفيلوس اللي هو كان البطريرك الثالث والعشرين، جاله رؤية منامية اتقالوا فيها بالظبط تفاصيل الرحلة. احنا عرفنا النقاط اللي نقدر نتكلم عنها دي من خلال الميمر اللي سابهولنا البطريرك ثيوفيلوس لما راح وتواجد في هذا المكان. كمان وجد ان المنطقة دي في وسط مصر بالظبط زي ما قال الكتاب المقدس، يعني اتقال ان السيد المسيح هيتعمل له مذبح في وسط مصر. لو جينا روحنا عن دير المحرق وشفنا على الماب على الخريطة هنلاقي الحتة دي في وسط مصر بالضبط، ففعلا في مذبح للسيد المسيح في المعادي. وهم رايحين الصعيد المعادي سموها المعادي عشان عدت منها العائلة المقدسة. كلام حضرتك ده بقى ذو قيمة عظيمة، عشان كده بقى ده يخليني أسألك ايه أهمية مشروع إعادة المسار؟ يعني حضرتك تكلمنا عن اهميته، لان طبعا مشاهدينا محتاجين ان هم يعرفوا حاجه زي دي فيها معلومات قيمه، حاجات جميله جدا. احنا لو استفدنا، احنا مصر بيميزها دايما وعلى الدوام وجود المناطق الاثريه فيها. المسيحيه ديانه في انحاء العالم، شوفي بقى كم الناس اللي جايه سواء من الجمهور المسيحي او غير المسيحي اللي عايز يشوف النقاط اللي انا عمال اشاور عليها دي ويتفرج عليها ويشوف الاثار الباقيه. يعني هنستفيد جدا جدا من الزيارات اللي هتاتي، وهتحقق دخل كبير جدا مفيش كلام، ومن الناحيه الثقافيه كمان مهم، وتاثيره برضو على المدى البعيد يعني حتى للاجيال. في العصر الحديث يعني استكمالا لفكره المعجزات خدتني شويه الفكره، لقينا الانجيل مفتوح في نهر النيل. هي بتاخدنا كلنا عموما فكره يعني المعجزات، يعني كلنا دايما بنجري ورا ايه، اي معجزه حصلت، اي حاجه حصلت من يعني اثر كان بعيد او في الماضي طبعا يعني او حاجه مقدسه طبعا يعني زي اللي احنا بنتكلم عليها. يعني انا عايز اقول يعني ان امام كنيسه المعادي وجد الكتاب المقدس بشكل معجزي جدا. احنا اتكلمنا عن المعجزات، مفتوح في نهر النيل وما نعرفش النسخه دي بتاعت مين، هو مكتوب مبارك شعبي مصر، يعني مفتوح على الصفحة دي بالذات بشكل معجزي جدا. ولا عجب العائلة المقدسة، يعني حاجة عظيمة حصلت لمصر طبعا. سيد المسيح بشخصه تواجد هنا ولفوا زي ما بنقول قطر مصر كله، ورجعوا بعد 3 سنين و6 شهور، وبعض المصادر تقول 3 سنين و11 شهر. فشوفي بقى كم المناطق اللي عدوا عليه، وزي ما بنقول نقدر نستفيد من المسار ده والنقاط دي، زيارات سياحية لا حصر لها سواء جاية من منطلق ديني أو من منطلق ثقافي تاريخي، كل ده استفادة كبيرة جدا لمصر.